الراجل تليفون بيقطع الباص مش كده؟ ممكن يطير الموبايل ده. اهلا بكم مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، من جد التحيه على حضراتكم من محافظه دمياط. احنا حاليا في منزل المهندس محمود الكحلاوي الناجي من حادث الاسماعيليه الاليم الذي راح ضحيته ثلاثه من الاشقاء الاطباء الذين توفوا بعد سقوط سيارتهم في ترعه الجلبانه بالاسماعيليه. النهارده احنا في منزل المهندس محمود الكحلاوي. اولا بنطمئن عليه وبنعرف تفاصيل كده عن الحادث، ايه اللي حصل، ايه اللي هو شافه، هو شاهد عيان على اللي حصل كله. اهلا بك يا باشمهندس، طمنا عليك. اولا الحمد لله كويس، الحمد لله. يعني كل الناس عاوزه تطمئن عليك وتشوفك. احنا النهارده هنا عشان نقول للناس ان الحمد لله انت يعني الحمد لله كويس بفضل الله سبحانه. الحمد لله. امبارح كنت مع والد الثلاث اشقاء، هو بيشيد بيك وبيشكر فيك، وكان بيقول ان انت كنت صديق حميم لدكتور محمود. انا عارف ان الموقف صعب وعارف ان هو مؤلم بالنسبه لك، بس الناس عاوزه تعرف يعني ايه اللي حصل. حصل احنا كنا راجعين من يعني راجعين من العريش، نازلين اجازة، المفروض ورانا امتحانات من الترم بعد العيد، فنازلين اجازة هنقضي اخر اسبوع في رمضان هنا والعيد، وبعد كده هنرجع بعد العيد. فاليوم ده كان محمود المفروض الله يرحمه كنا هنسافر الصبح، فكلمته الساعة 12 واحدة كده بقول له يا محمود يلا، قال لي لا انا مش خلينا دلوقتي، مش ما نسافرش دلوقتي، بعد الفطار اكون نمت كويس وارتحت وفي حاجة كده بقول لك عليها. قلت له ماشي خلاص. يعني فضلنا يعني فطرنا كلنا وطلعنا من هناك الساعة 7:30 كده، واحنا ماشيين في الطريق عادي وصلنا عند عدينا طريق العريش ونزلنا بقى عند طريق ترعة جلبانة، وطلعنا من ترعة جلبانة بقى في وشنا ترعة السلام، ترعة جلبانة على ايدينا اليمين ومشينا على طول، بناخد على طول لحد ما نوصل ترعة السلام وناخد شمال. فمحمود سرقوا المسافة أو الوقت اللي كان المفروض هنقطع فيه المسافة دي، فاتفاجئنا قدامنا إن لقينا خلاص وصلنا آخر الطريق وبقينا في وش ترعة السلام. محمود فرمل، حاول يفرمل بالعربية، مع الفرامل العربية برضو لسه بتزحف في اتجاه الترعة. فمحمود شد فرامل اليد ولف العربية فضلت تزحف لحد ما نزلت بينا في المية. طبعا احنا كنا في المية، كانت العربية لسه ما نزلتش، كلها بتغرق واحدة واحدة. جينا قلنا لازم ان هنطلع، يعني محمود قال لي، لقيته بيقفل الشباك بتاع العربية، فبقول له يا محمود ما هتقفلوش، احنا لو انت لو قفلته احنا ما عندناش هنعرف نطلع، كده كده مش هنعرف نفتح الباب بسبب ضغط الميه. فقلت له افتح الشبابيك كلنا نطلع من الشبابيك. قال لي ماشي. قلت له انتوا حد فيكم بيعرف يعوم؟ قال لي لا محدش فينا بيعرف يعوم. فكلنا اتشاهدنا وقبل ما نطلع من العربيه، وطلعنا من الشبابيك بتاعت العربيه. انا حاولت اقول لكم عفرتوا ان انتوا طلعتوا من الشبابيك. احنا كلنا طلعنا من الشبابيك، كان ورايا اخته الكبيره واخوه واخته الصغيره كان الناحيه التانيه. فقلت له يا محمود انت واختك انت ولا خليكم فوق العربيه، يعني كل ما العربيه تنزل اطلعوا فوق العربيه، اخته الكبيره مسكت فيا بحكم ان انا بعرف اعوم، قلت لها امسكي فيا، فمسكت فيا.
طبعا في ناس واقفين بره ما قدروش ان هم ينزلوا، ما حدش فيهم بيعرف يقوم، كلنا قدر اسمعه حد بيعرف يقوم، يا جماعة حد بيعرف يقوم، بس ده يعني اللي انا هتواجد ناس حواليكم بس محدش عارف يعوم، محدش عارف ينزل لكم. محدش عارف ينزل لنا. اه فاخدت اخته الكبيرة وحاولت اخدها واروح بيها ناحية المكان، ناحية الشط اللي احنا نازلين منه بالعربية، اه بعوم لقيت نفسي كده، بص لقيت نفسي ثابت زي ما انا، مش بتحرك. المية تقيلة مثلا المية ولا لا، في تيار عكس يعني، انا كنت ماشي عكس اتجاه التيار، اه فقلت لها احنا نغير اتجاهنا للناحية التانية عشان خاطر ابقى مع التيار والحق اجيب يعني اه انت كنت محمود، عكس التيار فده قلل حركتك اكيد. فقلل حركتي مش قادر. فمشيت مع التيار، هي مسكت فيها شوية وكملت يعني، مسكت فيها شوية فترة، وبعد كده لقيتها بتقول لي اشهد يعني استشهدت، سابت نفس يعني سابتني طب يعني، انتوا ما عادش كنتوا في التقدي شايفين بعض ولا كان يعني الطريق ضلمة، الطريق اه انت ضلمة كنت تقريبا كله 9 بالليل يمكن. الساعة 9 بالليل، اه الطريق ضلمة كله مش شايفين حاجة، حتى انا يدوب انا مش شايف الا هي، مش شايف الا هي اللي هي اخته جنبك. اللي جنبي. فاخدتها ومشيت بيها شوية، بعد كده سابتني وما عدتش لاقيها في جنبي حواليا، مش شايفة خالص، اجيب احاول امسكها لو هي تحت في المية او كده بايدي مش لاقيها. ناديت على محمود واخته الاء، يا محمود يا الاء، لان انا مش شايف حد، فان انا امشي ورا الصوت يعني اعوم على الصوت اجيبهم، فمحدش رد عليا. خلاص في اللحظة دي انا خلاص ما عدتش قادر، وانا جسمي حتى نفسه يعني عضلاتي وقفت، انا خلاص كنت بعوم عكس التيار وما عدتش قادر، سبت جسمي على المية وقلت التيار هيوديني زي ما يوديني بقى، لحد ما اشوف انا هعمل ايه، هطلع ازاي او كده. فسبت نفسي، لقيت دماغي بتتخبط في الجسر في اخر في الجسر الناحية التانية، لفيت وطلعت. بس ده لفيت بقى الناحية التانية من الشط من على الكوبري، حاولت ان انا كانوا انت طلعوا كل ده ما شفتش بقى اللي حواليك ولا عرفت مين طلع ولا مين ما طلعش ما ولا حاجه اعرفش، بقى، انا لفيت التيار بقى بقى سحبك و لفيت بسرعة، بشوف لقيتهم طلعوا اخته، يعني كانت طلعوها يعني، ومش عارف هم، انا كنت بقول ان هي ايه اخته الكبيرة، لان هي طلعوها من نفس المكان اللي انا كنت فيه اه يعني، قريب للمكان اللي انا كنت فيه، فانا قلت هي ايه. فالصبح يعني قالوا لي ان لا، دي ايه اللي طلعت، دي الاء اخته الصغيرة، ايه اللي كانت فضلت الصبح، مش عارف انا مش عارف هي مين فيهم. فانا وهي بعد ما الاسعاف جت بعدها بشوية، ركبت انا وآية العربية، هي كانت توفت ولا او البنت اللي طلعت، مش عارف ايه اللي ولا لا. طلعت معاك دي كانت توفت ولا كانت لسه على قيد كان الحياة؟ بقى في المسعفين كانوا شغالين، وانت مش عارف بقى هي انا ما ماتت ولا اعرفش بقى، لان انا كنت قاعد في الاسعاف مش قادر ابص طبعا، اه وخلاص يعني وصلنا المستشفى، طبعا قاعدين شغالين وانا واقف بره مش عارف اعمل ايه، كلها قدرت اكلم بابا اطمنه ان انا كويس القصة بتاعت وكده. ابوك وهو المية والحادثة دي خدت وقت قد ايه مثلا؟ لا خدت فترة يعني، خدت لها مثلا بتاع ربع ساعة او ربع ساعة محدش جه بقى او من انقاذ، محدش جه 10 دقايق. اسعاف؟ لا هما كانوا كلموا ناس يعني، كلموا طبعا، الشبكة هناك مش حلوة يعني، مرة تيجي ومرة لأ، مرة حد يرد ومرة حد لأ، فهما فين وفين لحد ما جه إسعاف، وبعد كده أنا بس عارف معرفش. نقلك بقى انت رحت مستشفى، معرفش بقى طبعا يعني انت فين، رحت مستشفى ايه القنطرة؟ رحت مستشفى العنترة شرق وبس. ده الحكاية بقى، بعد كده ما شفتش حاجة بقى، رحت ما عرفتش بقى القصة، ما عرفت عرفش. ازاي بقى ان هم توفوا؟
ما فيش، هما في الـ طبعا اخدوني هناك، بسأل طبعا هناك، حد طلع تاني، انا مستني عربية الاسعاف التانية تيجي تيجي، بالباقيين وجايين. جيب الباقيين او تيجي، ما فيش عربية اسعاف جت. طب هما فين يا جماعة؟ قالوا لي لسه ما طلعوش. ففي اللحظة دي خلاص يعني هما اكيد انت حسيت هيطلعوا. بقى ان هم خلاص يعني. فضلوا في المية، كل ده موضوع صعب، مش بس طيب انا بقول لك البقاء لله، معلش وعارف معلش ان انت، عشان يعني انا عارف ان انت معلش. محمود كان يعني صديق عمرك، ونقول بقاء لله معلش وربنا صبرك يعني. نشكرك على بأذنك مشوار يعني كويس. معلش. طيب هنلتقي مع والده، يعني هو شاهد عيان وهو كان موجود في المكان هناك مكان الحادث. باشمهندس عرفنا بنفسك كده يا باشمهندس. كحلاوي موسى، مهندس كحلاوي موسى، والد محمود. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. الحمد لله على سلامة. الله يسلمك. انت رحت لمكان الحادث نفسه، رحت. شايل عيان وشفت، وانت كنت بتحكي لنا قبل التصوير يعني الاحداث كامله كلها. ايوه انا ادينا فكره كده ايه اللي حصل، والمكان هناك عامل ازاي، والناس اللي هناك شهود العيان قالوا لك ايه. حضرتك، انا طبعا انا كنت بقالي كام يوم يعني تعبان في الشغل، وكنتش موجود في دمياط يعني، كنت مسافر، كنت في السويس والقاهره وكده، وجيت يا دوب على الفطار، ففطرت حتى ما نزلت صليت التراويح اليوم ده، رمت يعني شويه ريحت. فتليفون رن عليا اكتر من مره، تليفونات غريبه كده بترن عليا، فزوجتي قالت لي يعني شوف كده، رد رد، ممكن يكون حاجه محمود، انا ما بردش على ارقام ما اعرفهاش غالبا يعني، وانا تعبان يعني. فرديت لقيت واحد بيقول لي حضرتك وابو ليك ابن اسمه محمود، محمود الكحلاوي، والد محمود الكحلاوي. فطبعا يعني اللي كانت زوجتي بتتوقعه حصل، حالتنا انهارنا يعني، وبسرعة كده يعني. طب يا عم قول لي طمني في ايه؟ قال لي في حادثة حصلت، بس ابنك والله كويس. طب الوضع ايه؟ قال لي هما ما فيش حاجة، تطمن بس تعالى، هما كويسين وفي المستشفى وهكذا. طبعا انا كلمت والده على طول، كلمت حد يكلم والده، وقلت له يعني حد من اهله يبقى معاه عشان يبقى الموضوع كبير، وانا ما اعرفش تفاصيل لسه، هي حادثه فكل حاجه وارده فيها يعني. فنزلت بسرعه وخدت زوجتي وخدت العربيه ورحت لوالده، اخدته ووالدته، ومشينا بقى سافرتوا يعني، مع بعض كلكم من دمياط؟ سافرنا انا ووالده ووالدته وزوجتي يعني. فانا وانا ماشي في الطريق، علشان هم ابني كان ادى التليفون للناس كتير يعني، فكلموني يعني، بقيت سايق ومحطوط في موقف يعني صعب جدا. كان في معايا الحاج انت محمد كنت عزيز عرفت زينة. بقى ان الثلاثة توفوا؟ لا ما كنتش عرفت، لا ما كنتش عارف تفاصيل، لا ما اعرفش. انا حادثه يعني، ما في وانا في الطريق بقى بقيت اعرف يعني، بقت الصعوبه فيجي يعني. لك تليفونات مثلا يقول لك في كذا في كذا. كان في واحد صاحبي معايا اسمه احمد متولي، استاذ احمد متولي، والحاج محمد عبد العزيز كانوا في عربيه تانية وجايين معانا يعني. فالمهم يعني في الطريق بقى التليفونات تيجي، فبقيت ايه اعرف محمود اتنقل المستشفى ومعاه آية او آلاء ما اعرفش يعني، في واحدة بنت منهم معاه، والباقيين عرفت بقى ان اتنين لسه ما طلعوش من الميه، فوالده جنبي ووالدته ورايا وزوجتي ورايا، مش عارف اتكلم في التليفون، مش عارف، كانت حالتي صعبه قوي، فلقيتني مش قادر اسيطر على السواقه يعني، وعلى طريق بورسعيد وانا رايح. فالمهندس احمد جاب يعني، في حد زميلنا كان محامي كان معانا يعني، فجه ركب العربيه مكاني وسابني، وانا ركبت في عربيه تانية. المهم يعني حضرتك، وصلنا، وطول بقى ما احنا ماشيين في الطريق عرفت انا في احنا ماشيين في الطريق. انت لما وصلت بقى هناك رحت المستشفى على طول ولا رحت موقع الحادث نفسه؟ لا انا اطمنت على ابني مصاب بس وفي كويس، المستشفى فانا رحت بقى مع التانيين، انا ما رحتش لابني خالص، على انا ان كان وامه، في اتنين ما طلعوش. انا وامه بقى رحنا مع ابوه وامه هناك يعني، عشان نأزرهم يعني ونبقى معاهم وكده، وفضلنا هناك معاهم يعني للصبح. انا خلاص طمنت على ابني وعرفت ان هو كويس، وبعت له حد من اصحابنا شافه وطمنا عليه، وللاسف قال لي ان اخته توفت اللي في المستشفى، وعرفت بقى الاتنين التانيين لسه بيدوروا عليهم. طبعا الحادث مأساوي قوي، كنت مشفق قوي على والده ووالدته، ربنا هو في واحدة خرجت بتهيألي معاهم، في وفي واحد واحدة تاني يوم. في واحدة خرجت الأول راحت مع محمود في الإسعاف،
وبعدين واحنا ماشيين في الطريق محمود الله يرحمه الدكتور محمود اخوهم يعني قالوا لي ان هم طلعوه بالتليفون، يعني الناس بتوع الامن كلموني كانوا بيتواصلوا معايا على طول يعني. وبعدين بقى رحنا بقى ندور على التانية، فضلنا لحد السحور يعني ما فيش ما لقيناهاش. انا لما وصلت لمكان الحادث انا توجهت لمكان الحادث وسبت محمود يعني، سبت محمود خلاص طمنت عليه وقفت معاهم يعني انا وزوجتي يعني. فلما رحت المكان يعني مكان موحش يعني، مكان ما فيش فيه نور خالص، اللي هو موقع الحادث يعني. موقع الحادث ترعة واسعة جدا تتجاوز ال 20 متر، قولي كده 25 قولي لي 30 بس متر. الموقع فين بالظبط؟ موقع الحادث فين بالظبط؟ موقع الحادث بين بلوظة وجلبانة كده يعني، عرفت في ترعة اسمها ترعة جلبانة متقاطعة مع ترعة السلام. ترعة جلبانة دي بيجوا منها من اللي جاي من سينا بيجي على ترعة جلبانة، بيبقى على طريق وترعة جلبانة على اليمين، وبعدين في نهاية الطريق في ترعة السلام متقاطعة معاها. ترعة السلام عرضها حوالي 30 متر تقريبا، عمقها كبير جدا حوالي 7 متر. عرفت المعلومات دي كلها عرفتها وانا هناك يعني. المنطقة اللي وقعوا فيها فيها هويس، فيها سد الترعة نفسها الرئيسي اللي هو رايح على هناك يعني مكمل الترعة، وفي سد تاني اللي نازل على ترعة جلبانة. هما قالوا لي ان المشروع كان داير اللي هو الترمبات، محطة الترمبات الكبيرة الرئيسية دايرة يعني في اثناء الحادث يعني. الناس اللي هما هناك شهود العيان يعني، انا برغم كل الظروف انا بوجه لهم شكر وتحية كبيرة وحب واحترام وامتنان لموقفهم معانا يعني في الليلة الصعبة دي. عارف ان الموقف صعب يا باشمهندس، حضرتك الترعة ترعة كبيرة وفي ميل يعني خرسانة من الجنبين يعني، انت حتى طبطين لو قررت ان انت تطلع ما تعرفش تطلع يعني. ما تعرفش ما طبطين تقدرش. للترعة طبطين للترعة، طبطين للترعة، وفي دوامات بقى نتيجة فتح البوابات وكده في المكان يعني. هم طبعا الشرطة وقفوا الترمبات وقفلوا البوابات وكده عشان يقدروا يجيبوا، مشكورين يعني، جابوا الناس جابوا طول الليل بيدوروا وهكذا، وخلصنا لحد الفجر ما قدرناش نجيب البنت الله يرحمها. فالناس اللي محترمين، ان في واحد اسمه رضا الشطوري وحاج كمال أهل أربعة المنطقة أهالي المنطقة وقفوا معانا، في واحدة ست شايلة بنتها واقفة على رجليها طول الليل مع أب الأولاد عشان تأذرها وما تسحرتش معاها. وطبعا بتوع الشرطة واقفين كلهم وقالوا إن السيد مدير الأمن موجود وكل الناس يعني علشان نحل المشكلة يعني. بعدين بعد كده الحمد لله ربنا أكرمنا وطلعنا البنت الصبح بين الظهر والصبح كده، الصبح يعني بعد الساعة 9 تقريبا على ما أذكر، أنا مش فاكر كويس. وخلاص بقى بدأنا بقى في إجراءات الدفن وكده واستخراج التصاريح والكلام ده. ابني بقى كان، رحت له بقى شفته انا وامه بقى، رحنا شفناه، لا رحنا له المركز، مركز المركز بقى عشان كان هو في المركز استعمال عشان الإجراءات. بيستوفى استيفاء الاجراءات والكلام ده. واصحابه بقى معاه، اصحابه من دمياط راحوا بقى وقرايبنا يعني ولاد اختي وهكذا، وراحوا كانوا واقفين معاه، واحنا بقى اهل الاهالي جم ومشينا بقى في رحلة الاستخراج التصاريح والكلام ده. كان موقف صعب قوي. بس انا يعني في حاجتين بس انا ملاحظتهم في الحاجة الاولانية، ان اهل المنطقة دي ناس جدعان عندهم شهامة كبيرة جدا، كتر خيرهم بقولهم الشكر. الحاجة التانية ان شفت شباب زمايل ابني وزمايل محمود رحمة الله عليه والبنات زمايل البنات، شباب حلوين قوي يعني. احنا مش عايزين نظلم الجيل ده، جيل ده حلو قوي، في ناس حلوه قوي، شفناهم عيال حلوه، يعني شفناهم وشفنا وقفتهم في الجنازه. الرجاله اللي جاي من سوهاج لما عرف الحادث واللي جاي من كل حته واقفين معاهم، ولا اتسحروا ولا عملوا ويعيطوا. اصل الولاد رحمه الله عليهم كانوا حلوين قوي يعني، محبوبين حبوبين جدا ومتربيين انا. كويس. يمكن ابن حضرتك في هندسه وهو كان في اسنان كان في الأسنان يعني، بس هم في صداقة يعني، وكانوا بيروحوا سوا صداقة وبيجوا سوا. اخوات يعني، صداقة حميمة، ما زي بعض، متربين زي بعض وطيبين زي شبه بعض بعض رحمة الله عليهم. فالمهم بقول لحضرتك دي يعني حاجة كويسة شفتها من الجوانب الجيدة اللي شفتها. المكان
حصل فيه حادثه اكتر من مره لازم يبقى فيه اكشن. ما ينفعش ابدا ابقى واقف والناس يقولوا لي ده 18 مره يحصل اللي بيقع في المكان ده بنجيبه من هنا. طب بنحط له لمبه نور، مسؤول يحط لمبه نور، يحط علامه، يحط عاكس يمنع الناس من الموت. ما لازم يعني في حاجه، مش معقول كده يعني. بس انا يعني ربنا يتولهم برحمته، ربنا يصبر والدهم ووالدتهم واهليهم على الحدث، وابني طبعا يعني ربنا يتولاه برحمته. ابني هو ابني الوحيد يعني، ما عنديش غيره يعني. انا اكتر من حضرتك باشمهندس محمود عنده امتحانات قريب بعد العيد يعني. هو جاي يعني بيقول لي يا بابا انا هقفل الموبايل ومعايا، هنقعد بقى اعمل معسكر علشان الوقت مزنوق وعندي مواد كتير مزنوق فيها وكده، وامتحانات خلاص بقى كل حاجه ضاعت يعني. ربنا بقى يكرمه بقى والله. احنا بندعو ربنا ان هو ربنا يعني يديهم الصبر، ادعوا له يطلع من الازمه النفسيه اللي هو فيها. الولد ده عشان ان هو يخرج من اللي هو فيه يعني. كتر خيرك. انا والله اول ما روحت يا استاذنا يعني الناس هم بقابلوني يعني اللي هم اولاد اللي في المنطقه اللي كانوا واقفين على الحادث. انت ابو محمود ده ابنك بطل، ابنك راجل. انا بقيت اقول يعني في كانوا هيموت وبيحاول يعزم اخواته برغم الدوامات وكده، لكن ما قدرش. هو بقى يعني ربنا يتولى برحمته. انا بطلب من الناس يعني انها تدعي له ان هو يطلع يخرج من الازمه اللي هو فيها دي ان شاء الله. يا رب يعني. هو والد الاشقاء الثلاثه اللي توفى امبارح يعني، هو حقيقه كان سعيد ان هو الحمد لله نجا وان هو خرج، وكان مطمئن عليه يعني. ربنا يكرمه يا رب. راجل يعني على الترابط بينك وبين بعض. لا احنا اهل يعني وناس طيبين بنحترمهم وبنحبهم، وربنا يبارك لهم في ولادهم الباقيين ويصبرهم على اللي حصل يعني. وان شاء الله يعني يجعلها اخر لحظه. برضه يا باشمهندس يعني عليك عبء برضه ان انت يعني محمود يخرج من اللي هو فيه والله يعني ويكمل دراسته يعني يتخطى الازمه اللي موجوده. هو احنا بنبذل مجهود كبير معاه وربنا يعديها على خير ان شاء الله. بندعي له الحقيقه يعني، ربنا يكرمه يا رب، يكمل زمايله خير يعني ويخرج بشكرا. على خير من الازمه دي يعني. زمايله كويسين معاه خالص، ربنا يكتر خيرهم يعني. اصدقائه كتير، هو عشري كده واجتماعي والناس بتحبه. الحمد لله ربنا يبارك فيه ويحفظه. هو ولد وحيد يعني ما عنديش غيره. ربنا يبارك لك فيه. وكنت بقصو عليه وهو صغير عشان يبقى راجل يعني وعنده قوه تحمل، وربنا يحفظه بقى ويعديها على خير معاه، لانه كان بيحب محمود او اخواته يعني حب شديد يعني. ومات قدام عينيه، هو تعبه جدا جدا يعني. هياخد وقت شويه بس. ربنا يكرمه ان شاء الله ويوفقه ان شاء الله ويحفظه. شكرا. الله يخليك. شكرا في نهايه اللقاء بنادى الله سبحانه وتعالى ان يعني باشمهندس محمود الكحلاوي يعني يخرج من الازمه وتمر سلام ويكمل دراسته. ونادى الله سبحانه وتعالى ان يتغمد الاشقاء الثلاثه في رحمته وفي واسع رحمته، ونحن في شهر رمضان الكريم، ويجعل مثواهم الجنه ان شاء الله. نشكر حضراتكم على حسن المتابعة والاستماع. كان معكم معتز الشلبيني مدير مكتب اليوم السابع محافظة دمياط.